كفاية نعرف الراجل هداك يستاهلني تعيشي في راس. عم بالك سؤال جد مهم وحبيت نجاوب عليه بعد. يا ريت يا ريت تدخلي دخلت عندك البارح اللي درتي لها عندي. تدخل في فيسبوك عندي. عايزة لها قولها لا دي تدخل في فيسبوك عندي. كفاية تعلمت تسوقي. نقول لكم كفاية تعلمت تسوقي. هاهم. افريني. امشي. كنت حابة تعلمي تسوقي. امشي. 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 امشي قفلي التابلو امشي وتاخير قفلي التابلو ما عندهاش وانا باغ اكزومبل ما دخلتش مازال ما مشيتش في الاوتوغوت وهديك وحكم دو قاري نقول عليك نقول لها نقول خلي بك ولا عيانه قاري عادي تسوقي وحده كيف تعرف واحد اسكو مهتم بها ولا لا هادي اللي نرجع لك للسؤال اصلا يعني. اكثر حاجه في العلاقه هي الاهتمام الاهتمام شفتي الاهتمام كل ما يكونش الاهتمام والله كل ما يكونش الاهتمام ما يكونش الحب وما يكون حب ما يكون والو شوفي المرأة بعض الاحيان شوفي سيفغي احنا كلنا نحبوا الدراهم ونموتوا على الدراهم والدنيا ادي متكون على الدراهم انت تخدمي انت راكم كلكم تخدموا على سبة الدراهم تقعدوا هكاك تخدموا لوجه ربي ما كانش من هادي كلنا نحبوا الدراهم كلنا نموتوا على الدراهم كلنا نخدموا الدنيا دي متكونة على الدراهم الدنيا دي راهي كاملة هذا يخدم في هذا وهذا يخدم وكلنا نخدموا بنجيبوا الدراهم هادي مفروغ منها انا نخدم انت تخدمي احنا كلنا نخدموا بنجيبوا الدراهم قلت لكم شوفوا الراجل سيختو الراجل اذا ما عطاكش اهميه وما عطاكش قيمه غير فوتيه اذا كنتي تحبيه وتخليك هك شويه لقلبك غير ولا تخليك في قلبك غير شوفي حاولي تتقاسي سمانه الاولى شوفي اليوم ترقدي تبكي غدوه تبكي بس صح شوفي بيتي على غاده وما تبيتيش على ندامه ما تبيتيش اوتخو فوا تدي واحد باغ اكزومبل ولا قادر با الدنيا دي مكاتب قام قادرة يكون من مكتوبك وقادر ما يكونش من مكتوبك تكوني مع واحد ما يحبكش علاغة ادي داخل في كل ما يهتمش بيك الراجل وما عم بالوش بيك وما يفقدكش وما يغيرش عليك هذيك الغيرة حتى شوفوا احنا كل نحبوا لا ليبرتي احنا كل نحبوا ما كانش معنا ما تحبش لا ليبرتي كلنا نحبوا لا ليبرتي ودان كوتي نحبوا الغيرة هذيك شوية تاع باغ اكزومبل يعيط في التليفون زعما الغيرة هذيك شوية مش ما نحبوش القفلة خلاه وسي ما نحبوش القفلة هذيك المزيرة خلاه وما نحبوش لا ليبرتي محلولة طول دونك لا ليبرتي نحبها وشويه هاك مش تزيار ما نهدرش على التزيار والقفله ما نحبهاش انا انت تحبها اها دونك هادوما الحوايج نحبو شويه الراجل كي يعود ماهوش مهتم بيك ماهوش عم بالو بيك غير فوتي حاولي عفسي على قلبك انا نقول لهم قلبي اللي وصلني للطحين نحيه ونعفس عليه صح ولا صح اكثر حاجه في العلاقه عليك ما يكونش اصلا اهتمام تحسي بنقص كبير في حياتك ولكن حتحبي ولا تعاودي تحبي غير ركزي له على الاهتمام قولوا الاهتمام ثم الاهتمام كل ما يكونش الاهتمام يا ولد الناس انت روح في طريق ولا روح في طريق ولا سيرتو شوفي المراه تري سنسيبل المراه تحاول اذا عشقت في واحد فريمون تحاول تعطيه الفرص الغلطه الاولى تقول معليش نزيد نسامحه الغلطه الثانيه تقول معليش خليه برك اذا حبت المراه تروح للجحيم على سبه الراجل وصحه شوفوا تسامحوا تقول بالك الغلطه الاولى تزيد تسامحوا الغلطه الثانيه وتزيد تسامحوا الغلطه الثالثه بس الوقت يتسامح بس شوفوا كاين راح توصل راح تتفلق ما تحملش بس صح سيختو الراجل اذا ما عطاكش اهميه وما عطاكش قيمه غير فوتيه والله ما عندك ما ديري بيه ما تعبيش روحك على سبته ما تحاوليش حبي ما خير منه اعطي روحك قيمه قبل ما يعطيها لك هو اصلا يعطيك الصحه والراجل اذا شاف المراه سنسيبل وشافه باللي شافها باللي تحبه ياسر 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 كيف جوغ او دامنها يقول اي سيبون اي تحبني اي تيع يدي او دامنها اي تقدر تصبر على سبتي دونك انتي حاولي ما تبينيلوش بلي اني نقدر نصبر على سبتك في اي حاجه لا حبيه في قلبك وبينيله بلي تحبيه صح بس مش يعني او بوان باغ اكزومبل تاع اكتروني ونزيد نسامحك باسكو نحبك وحبيتك تبقى معايا المهم يا اخي جيني برك المهم اني نشوفه لا 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 قلبك اللي وصلك للطحين نحيه قلعي وعفسي عليه دونك هك وهذه الاهتمام والاحترام وي حبيبتي الاهتمام والاحترام هذوما الحوايج